محكمة عوفر العسكرية تعج بالمتضامنين والصحفيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب، مشهد استثنائي لمحاكمة استثنائية. القاضي العسكري أخلى القاعة عدا عائلة عهد التميمي وقرر أن يحاكمها في جلسة مغلقة. المحكمة تدافع عن نفسها بأن تمنع العالم أن يرى ما تفعله في عهد وبقية الأطفال الفلسطينيين. هذه المحاكمة هي محاكمة احتلال ولا تسمح للناس بمقاومة هذا الاحتلال. ابتسامة ساحرة على محيا عهد التميمي التي جلست تبادل والدها التحية وتسأل عن أحواله رغم إدراكها أن عددا من التهم في انتظارها. أنا لا أحفظ هذه التهم، ولكنها تبدأ من إعاقة الجنود لضرب حجار، للإهانة، لمنعهم من القيام بدورهم، لكل هذه الاتهامات التي يعني تكرر ذاتها في كل مرحلة، وإنما يغير التاريخ والشاهد. رغم قرار القاضي إخلاء قاعة المحكمة، انتظر الحضور في الخارج حتى نهاية الجلسة. قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية تأجيل المحاكمة إلى 11 من الشهر القادم. من محكمة عوفر غرب رام الله، خالد القاسم، العربية.